في ضوء هذا التصعيد الإرهابي الخليفي في البحرين في الأيام القليلة الماضية، والتهديد بغلق المجلس العلمائي واعتقال الأستاذ خليل مرزوق وسجن العشرات من المواطنين بأحكام تصل إلى أكثر من 10 سنوات لمجرد أنهم يعارضون الاستبداد الخليفي، في ظل هذه الأوضاع جاء هؤلاء الشباب ليعبروا عن رفضهم للدعم الغربي لهذا النظام، ويطالب العالم الحر بأن يصمد وأن يدعم الطلاب الحرية في البحرين وأن يتوقف عن دعم هذا النظام الاستبدادي الظالم الذي لا يعترف بحقوق الإنسان ولا يسمح للمواطنين بتقرير مصيرهم. إنها صرخة من أفواه وحناجر هؤلاء المواطنين الذين أجبرهم الخليفيون على الخروج من بلادهم، صرخة من أجل الحرية، صرخة من أجل الحق، صرخة من أجل المظلومين، صرخة من أجل المعذبين والسجناء الذين يرزحون وراء القضبان في طوامير التعذيب الخليفية. إنها تعبير عن الحرقة التي تملأ قلوب المؤمنين والمستضعفين وطلاب الحرية من أجل من أصبحوا ضحايا لنظام قبلي متخلف رجعي يريد أن يبقى ويبقي البلاد في العصور المظلمة التي يمارس شيخ القبيلة فيها كافة أشكال التسلط والاستبداد. لقد انتهى هذا العهد، والمتظاهرون هنا يرفعون أصواتهم مطالبين بسقوط هذا النظام إلى الأبد، وهذا سيحدث بعون الله تعالى بصمود الأحرار وبدماء الشهداء وبإرادة الله المقتدر الجبار وبصرخات الأحرار في كل مكان.